انفجار لغم جديد بجبل الشعامبي وإصابة عنصرين من الجيش الوطني. الإعلان الرسمي عن ميلاد حركة الدستوريين الأحرار. عالميا قلق أممي إزاء الغارات الإسرائيلية على سوريا، وبان كي مون يدعو إلى تفادي التصعيد. مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار، أهلا بكم. جد صباح اليوم انفجار جديد بجانب محطة الإرسال بجبل الشعامبي، حيث أسفر عن إصابة اثنين من فرقة الكوماندوس التابعة للجيش الوطني. الانفجار تسبب في احتقان كبير في صفوف الأمنيين الذين طالبوا بقانون يحميهم. ببكر الجمودي، جد النصري. وتتواصل الانفجارات بجبل الشعامبي، حيث انفجر صبيحة اليوم لغم جديد بجانب محطة الإرسال بجبل الشعامبي. هذا الانفجار أسفر عن إصابة اثنين من فرقة الكوموندوس التابعة للجيش الوطني. الأول بترت ساقه اليمنى، والثاني أصيب إصابة بليغة في العين. الإصابات بالنسبة لإصابات اللي وصلنا تو هما حالة استعجالية، وصلنا حالتين زوز أعوان. العون الأول اللي عنده إصابة على مستوى الوجه تحت العين اليسرى، وقام بالإسعافات الأولية وحالته مستقرة. بالنسبة للعون الثاني، العون الثاني عنده بتر على مستوى الساق اليمنى وكسر على مستوى الساق اليسرى، قاعد يقوم بالعملية الجراحية، وإن شاء الله بإذن الله تكون حالته مستقرة. الإطار الطبي نتاع القصرين بارك الله فيهم قايمين بالواجب، وما ننساوش معناها زملائنا من المستشفى العسكري نشكرهم. الاحتقان وصل ذروته في صفوف الأمنيين الذين طالبوا بقانون يحميهم من هذه الاعتداءات. انا كعون امن مرابط يومين في السبيطار، بالنسبه معناها الاطار الطبي وشبه الطبي لا حول ولا قوه الا بالله، هم معنا هم موجودين يشوفوا فينا، ناقص تجهيزات ناقص. بالنسبة لأمورنا نحن، لأمورنا نحن اليوم واحد ساق وتقصت، غدوة اثنين ونسيت، وديما هكاك ديما قدام، ماناش مراجعين على عالم تونس. ما عنديش مانع نحمي تونس، وما عنديش مانع نحمي جميع المواطنين ونحمي الزملاء وأي مواطن على ذمتنا، لا نحميه نفديه بقلبي. اما دام حاجه برك البلاد بنزرت البلاد، انتم تقاتلوا على الكراسي مالي ومالكم، لا خذوا فلوسكم مالي ومالكم، رانا قاعدين الموت بالوعد بالوعد، ومن بعد باش تولي تونس، ومن بعد باش تولي المواطن باش يموت، وباش تولي حرب اهليه، وباش نولوا كل العراق وكي كركوك. يا ناس افهموا، يا محرزي يفهمي، يا راجل الغنوش يفهم، يا رانا متنا، رانا معنويين ضمنا، رانا ما نرقدوش ساعه، رانا نخدموا تعبين. اعطونا قانون يحمينا، ما حاجتناش بالفلوس، نحيني 200 الف واعطيني قانون يحميني. الزوال يا ذال يخدم هنا يرحم والديهم، هذولا يرحم والديهم. السيدي لا حاجتنا بكراسي ولا حاجتنا بحد شيء، تضاربوا على كراسي انتم تضاربوا، ونحن شوفوا لنا برشا كراسي باش تمشوا عليها برك. اما اهالي القصرين فقد عبروا عن مساندتهم للمؤسسه الامنيه، وطلبوا بالسماح لهم بالذهاب الى الجبل لمحاربه الارهابيين. اخويا تعمل مزيه ريت كيفاش الناس موتوا كل ثلاث ايام موت العباد، وجبل هو فهمتي ولا احرقوه جبل. يحرقوه شو يعملوا فيه؟ والا نحن مواطنين، اعطونا السلاح اخويا، اعطونا السلاح مواطنين نحن. اعطونا السلاح، علاش الاخر يتكلم يقول يسلم عليه؟ الراجل مات، انا موتت وموتت وما كريتوهم او جايبين الاخرين. احرقوه جبل، ما في حلوف وفي الحيوانات، احرقوه اخوي. تعمل مزيه، ما عندناش فايده فيه نحن، ما عندناش فايده فيه، ما فيش حتى شيء حتى عاملينه محميه مسكر على ندوروا فيه. منا واش هنا الفايده بيه؟ واش هو الفايده بيه؟ شنو؟ اخويا جبل ضايع، ما حسناش بيه، ما عادش حاجتنا بيه، اولادنا قاعدين يموتوا، ما عادش حاجتنا بيه والله بصراحه. إلى موضوع آخر الآن، حيث أفاد عمر أصحابه رئيس حركة الدستوريين الأحرار خلال الإعلان الرسمي عن ميلاد هذه الحركة أنها تعد امتدادا للمسعى الإصلاحي للفكر الدستوري، مؤكدا أن الدستوريين الأحرار سيتعاملون مع كل من يؤمن بخصوصيات الهوية التونسية وقيمه الحضارية والتاريخية. نزار الزغدودي، علي بن سعيد.
تم صباح اليوم الإعلان الرسمي عن ميلاد حركة الدستوريين الأحرار، الحركة التي ضمت 6 أحزاب ذات مرجعية دستورية: الحزب الحر الدستوري الجديد، حزب اتحاد البورجيبيين الجدد، الحركة الإصلاحية التونسية، التحالف من أجل تونس، حزب الوطن، وحزب الحرية والعدالة، حركة تسعى للم شتات العائلة الدستورية وإعادة التوازنات السياسية في البلاد. قلنا هذا مش معقول باش الحركة والفكر اللي أسس الدولة التونسية الحديثة واللي قاد حركة التحرير يقع تغيب، ما هوش موجود، مش معقول. فقررنا باش نلموا روحنا. العادة الدستورية مشتة ولازمها تتلم ولازمها تكمل تناضل وتكمل تدافع على البلاد نتاعها، على البلاد، لأن البلاد هذه الدستوريين بنوها ومش حد آخر، ما نجموش احنا اللي بنيناها نخرجوا منها ونقعدوا نتفرجوا فيها معناتها. الباحث والمؤرخ مصطفى الفيلالي برك إعلان هذه الحركة معتبرا إياها خطوة إيجابية ومسارا صحيحا، خاصة عندما تكون متشبعة ومستنيرة بأعلام ورموز الفكر المؤسس للدولة التونسية الحديثة على غرار الزعيم لحبيب بورقيبة. في اعتقادي أن يعني المسار مسار صحيح، لأن وقت نقتدي بالأعلام الأعلام يعينوا على معنى مصاعب الطريق، وبورقيبة علم من الأعلام يعني المجتمع العربي المعاصر، والاستعانة به والهدي بتعاليمه وبأسلوبه وبتواضعه وبفقره أيضا هي معنى من علامات الطريق التي تعين على اتخاذ القرارات الصائبة. من جهة أخرى وبخصوص قانون تحسين الثورة الرامي إلى إقصاء التجمعيين والدساتر من الحياة السياسية، فقد أكد نائب رئيس حركة الدستوريين الأحرار صالح مصباح أن المسألة تبقى بيد القضاء. تحسين الثورة تكون بالقوانين وبالدرع الشعبي، هذا فقط. اللي أخطأ من النبل أن يعتذر، واللي أخطأ بما يستوجب المتابعة القانونية فما قانون في البلاد. احنا النادي بدولة الدستور اللي من شروطه احترام القانون. بعد التوافق على طبيعة النظام السياسي، تواصلت منذ ظهر اليوم حوارات الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على غرار حركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب المبادرة حول باب الحقوق والحرية، حيث تم اقتراح صياغة فصل يضمن عدم المساس من جوهر الحقوق الكونية للمواطن. سهير جعفر، عبد المنعم الورتاني. أقر رؤساء الكتل الحزبية المشاركة في الحوار الوطني خلال مناقشتهم لباب الحقوق والحريات بمشروع الدستور ضرورة التنصيص على مشروعية الحق النقبي غير المقيد بشروط. نحن نتوافق مع الطرح الذي تذهب إليه عديد الأحزاب والذي يذهب إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أن نقول إن الحق النقبي مضمون بما في ذلك حق الإضراب، نقطة، دون أن نضيف شيئا. يأتي هذا كما توصلت الأحزاب المشاركة في الحوار ظهر اليوم إلى التوافق حول صياغة مشروع قانون الحقوق والحريات بما يكفل عدم المساس من جوهر مجمل هذه الحقوق. نقترح بطبيعة الحال للجان هذه تصيغ، وأنه في آخر باب الحقوق والحريات نعم صيغة اللي تقول مهما تكون القوانين ما تنحيش يعني الفكرة والتديسبريم تاع الدستور اللي هو يضمن الحقوق هذوما. الحوار الذي يتقدم بصفة ناجحة حسب معظم الأطراف المشاركة فيه يتواصل لتدارس بعض مختلف نقاط الجدل في مشروع المسودة 3 للدستور. في موضوع آخر، ذود عن حدود الوطن وتأمينها برا وجوا يتطلب تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال. في هذا الإطار وبإشراف وزير الداخلية لطفي بن جدو تم اليوم اختتام دورة تكوينية قدمت لإطارات شرطة وحرس الحدود بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. شيراز النيلي، صاب القسمي. بإشراف وزير الداخلية لطفي بن جدو تم اليوم اختتام دورة تكوين المكونين في تدعيم قدرات إطارات شرطة وحرس الحدود بهدف تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية. تأمين هدايا لأنه من شأنه أنه يخلينا على بينة من أنواع الاشتعال والاصطناع والتزوير التي تشوب أوراق السفر. نتمنى أنكم تكونتوا وأنتم في حديتكم باش تكونوا غيركم.
مخاطر جمة تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا، مما تطلب أكثر نجاعة في التعامل مع هذا الظرف. ومن أهم أهداف هذه الدورة تمكين إطارات شرطة وحرس الحدود من تنمية كفاءاتهم الفنية حسب المعايير الدولية. مشاركة في الدورة التكوينية هذه كانت محطة للاستفادة من التطورات، خاصة اللي سايرة توا في الاطلاع على التقنيات المستحدثة أو الحديثة في الفلسيفيكاسيون، في تزوير الوثائق في المعابر الحدودية. الهدف نتاعها هي تكوين مكونين، مش كونوا عوين، مش كونهم في ما معنى الاتجار بالأشخاص، ما معنى الهجرة غير الشرعية، ما معنى الحماية الدولية لحقوق اللاجئين، المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. وشني الهدف نتاعها؟ هي حماية اللاجئين وتوفير ملاذ آمن لهم وحلول دائمة لهم. حصلت فائدة، وإن شاء الله معناها شوية بركة تونس توفرنا تجهيزات باش كان نجموا نكملوا معناها الواحد. هو عدنا سيد الوزير وإن شاء الله تونس ديما لاباس. اكتساب فنيات متطورة لإطارات وأعوان شرطة وحرس الحدود غير كاف في غياب التجهيزات اللازمة لتأمين الحدود، مما لا يحمد عقباه. تحديد موعد 11 من مايو الجاري لانطلاق أولى رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة، جاء هذا خلال اجتماع انتظم صباح اليوم بين ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات ووكالة الأصفر. الزميلة سهير جعفر أعدت التقرير التالي، التصوير لعبد المنعم الورتاني. أولى رحلات المعتمرين التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة ستكون يوم 11 من مايو الجاري، تاريخ أعلن عنه خلال اجتماع انتظم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أشرف عليه وزير الشؤون الدينية نور الدين الخدمي. السنة الماضية كان 47,000، السنة هذه إن شاء الله ما يقرب من هذا العدد بحسب ترشح المعتمرين وبحسب إجراءات ذلك. نحن في جلستنا اليوم لجنة وطنية العمرة أكدنا عدة مسائل، منها أولا التسريع بأول رحلة إلى العمرة إن شاء الله، وتسهيل كل الإجراءات والخطوات من أجل تأمين هذه الرحلة وبقية الرحلات. ثانيا أكدنا مسألة مواجهة التخلف، أي تأخر بعض المعتمرين عن العودة إلى أرض الوطن عند انقضاء المدة. شركة الخدمات الوطنية والإقامات أشارت إلى أن التأخير الحاصل في موسم هذه السنة يرجع أساسا إلى تخلف المعتمرين في الموسم الفارط في مواعيد العودة إلى أرض الوطن، مما سيؤثر على ارتفاع تكلفة العمرة ب20%. فنادق في مكة المكرمة شهدت نسبة هدم فاقت 80%، لكن برغم ذلك سنة والحمد لله توفقنا إلى إبرام عقد مع صاحب فندق قريب من الحرم، مستوى يعني متميز، وإن شاء الله المعتمر التونسي يلقى راحته في سكن الفندق هذا. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ستوفر من جهتها رحلات يومية للمعتمرين. احنا بالنسبة للعشرة آلاف تقريبا فما أكثر من 800 معتمر أسبوعيا باش يمشيو. بالنسبة لشركة خدمات وطنية والإقامات فما 3,000 أسبوعيا باش يمشيو، انطلاقا من يوم 11 مايو. خلال ملتقى علمي تمحور حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية، أوصت تنسيقية العدالة الانتقالية ومركز الكواكب للتحولات الديمقراطية بإدخال بعض التنقيحات على هذا المشروع حتى يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي. نزار الزغدودي، علي بن سعيد. اقترحت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ومركز الكواكب للتحولات الديمقراطية في إطار ملتقى علمي انتظم صباح اليوم بالعاصمة، اقترحت بعض التنقيحات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية الذي أودعته وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية منذ 20 من جانفي الفارط بالمجلس الوطني التأسيسي. النقطة الأولانية هي التنصيص صراحة على الجرائم الاقتصادية والمالية داخل النص. النقطة الثانية أيضا هو وجوب أن تحدث دوائر متخصصة للتعهد بهذه الملفات، ولا أن تعرض كما اقترحت الحكومة في النص متاحة، أن تعرض على قضاة يتم تدريبهم وإعدادهم لذلك. ما نحبوش قضاة فقط، ماذا بينا دوائر، ديما القضاء هو اللي ينظر لكن في دوائر متخصصة. هذه النقطة الثانية. النقطة الموالية أيضا فيما يتعلق بالمصالحة ويتعلق بالتحكيم. النص المعروف
المفروض هو نص اكتفى بإمكانية التحكيم والمصالحة في القضايا الاقتصادية والمالية، ولكن هذا يعتبر بطبيعة تمييز بين أنواع القضايا المعروضة وأنواع الجرائم، فإما أن تتم المصالحة في كل القضايا المعروضة وكل جرائم أو أن لا تتم، من كلش نميز بين أنواع. مدير البرامج بمركز الكواكب للتحولات الديمقراطية أمين غالي أشار إلى أهم المخاطر التي تهدد مسار العدالة الانتقالية، مؤكدا على خطر المقاربة الحزبية الطاغي على هذا المسار، داعيا في ذات الوقت إلى أن تكون المقاربة صلب العدالة الانتقالية مقاربة حقوقية. العدالة الانتقالية يمكن تطيح في الفشل أو تطيح في خطر فشل وقت اللي تصير مقاربة صناع القرار، مقاربة حزبية، كل حزب يحاول يجبد الخطا لشيرته هو، لكن نحاولوا نخليه المقاربة الحزبية هذه في أقل مستوياتها، ونحاولوا تكون المقاربة الحقوقية القانونية هي اللي تطغى. من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر جميع الأطراف إلى إنجاح مسار العدالة الانتقالية، قائلا إن النظر في هذا القانون سيكون في القريب العاجل وسيترجم تطلعات الشعب التونسي. المجلس الوطني التأسيسي يعني واكب هذه المسألة، مسألة العدالة الانتقالية، منذ انطلاقها ما كان عليه إلا أن يتابع المسار في انتظار أن يتلقى المشروع، واليوم بين أيدي نواب الشعب المشروع، مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية، ولا شك وأن الأيام القادمة سننظر في هذا القانون ونبت فيه إن شاء الله لفائدة الجميع وتجاوبا مع انتظارات الجميع. في شأن متصل بالأوضاع في سوريا، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أدانت فيه بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا، كما عبرت عن رفض تونس القاطع لأي تدخل أجنبي في سوريا. وأشار ذات البيان أن تونس تدين بمنتهى الشدة الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على سوريا الشقيقة، وتعتبر أن سعي إسرائيل للاستفادة من الوضع المضطرب في سوريا يقدم دليلا آخر قاطع على ترصدها لكافة الفرص من أجل إشباع أطمعها والمضي قدما في تدمير مقدرات الشعب السوري. ودعت رئاسة الجمهورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الاعتداءات الإجرامية لما تشكله من انتهاك صارخ للمبادئ والمواثيق الدولية، وتعتبر أن صمت المجتمع الدولي سيشكل تشجيعا لإسرائيل على ارتكاب المزيد من الاعتداءات، وبالتالي تهديد الاستقرار الهش في المنطقة. في خبر آخر، الآن احتضن المسرح البلدي بالعاصمة سهرة فنية مسرحية أحياها مجموعة من الفنانين التونسيين بهدف جمع التبرعات لمساعدة منطقة بير صالح من ولاية صفاقس، وذلك احتفالا بالذكرى الثالثة لإنشاء مؤسسة أورانج للاتصالات بتونس. تقرير ياسمين بسعد. احتفالا بسنتها الثالثة، أحيت مؤسسة أورانج أمسية بالمسرح البلدي بالعاصمة، حيث شارك مجموعة من الفنانين والمسرحيين في إحياء هذه السهرة والتي ستعود عائداتها لإعانة قرية بير صالح، من ذلك إعادة تأهيل مستوصف المنطقة وبعث بعض النوادي. Il y a effectivement deux aspects en ce moment. Il y a l'aspect du 3e anniversaire d'Orange, il y a un certain nombre d'événements qui sont liés à ce 3e anniversaire. هناك سببان مباشران لإحياء هذه الأمسية، الأول هو الاحتفال بثلاث سنوات لمؤسسة أورانج بتونس، والسبب الثاني هو عمل خيري تقوم به المؤسسة لإعانة قرية بير صالح. فمؤسسة مثل أورانج متواجدة بتونس لها دور مهم اجتماعيا للمساهمة في المشاريع الخيرية. Que tous les salariés puissent participer à cet événement qui est sur le village de Bir Salah ce soir. Cet événement c'est vraiment ça. Au-delà des 3 ans d'Orange. مش نسلحوا مدرسة بير صالح، مش نسلحوا مستوصف تاع بير صالح، مش نعملوا فوغاج طعمي حلو باش في الصيف كي تقص المية نهبالي نجموا يشربوا، وزادة مش نعملوا نادي مرأة، نادي طفولة، ونادي اقتصادي. أكوتي دسا عندنا برنامج اسمه أكاسس فاول اللي هو برنامج كامل تاع بلانتاسيون داكاسيا. مش نعملوا أورانج تانجاجي. باش يزرعوا 500 أكاسيا في أفريل اللي فات،
زكا شي هذوما نعطيو من ساه في بيه صالح باش يعيشوا منه. من هكا عندنا اكسيون البيئه خاطر لكاس هذا يوقف الصحراء. من هكا عندنا اكسيون اقتصادي واجتماعي خاطر نساه هذوما ينجموا يعيشوا من اللبان اللي ينتج لكاس. اليوم بيه صالح ما عادش منطقه نقطه سوداء في بيه صالح في تونس. بيه صالح وليت الناس يسمعوا فيه والناس يشجعوا فيه. تحب تلعب دور فعال في المجتمع التونسي، تحب تعاون وتحب تكون تونسية بالفعل. هي صحيح شركة تونسية، العلامة عالمية صحيح، لكن هي شركة تونسية وتحب تلعب دورها بطريقة معناتها اجتماعية كما قائمة بدور كبير في الدورة الاقتصادية التونسية. وتظل الدعوة ملحة إلى عديد المؤسسات للانخراط في العمل الخيري وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية خاصة في بعض المناطق التي تستحق مزيدا من الاهتمام. إلى الأخبار العالمية، حيث أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون قلق للغاية إزاء المعلومات المتعلقة بالغارات الجوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على سوريا. كما دعا الأمين العام إلى احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي كل دول المنطقة وتطبيق كل القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. تفاصيل هذا الخبر وبقية الجولة العالمية في تقرير ريم زغدود بعبيتي. ما زالت ردود الأفعال تتوالى على التقارير التي نشرت حول غارات إسرائيلية استهدفت شاحنات أسلحة في الداخل السوري. وعارب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه في هذا الإزاء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع التأكد من وقوع الهجمات. ودعا المسؤول الأممي كافة الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجة من الهدوء وضبط النفس والتصرف بنوع من المسؤولية لمنع أي تفاقم لصراع مدمر وخطير جدا بالفعل. وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن إسرائيل شنت هجوما استهدف 3 مواقع عسكرية في شمال شرق جمارية وفي مسلون وفي مطار شراعي. تواصلت الاشتباكات في وسط العاصمة البنغالية داكا بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين المطالبين بقانون جديد ضد الإلحاد، والتي أدت إلى مقتل 22 شخصا منذ بدايتها أمس. ويحاول آلاف من عناصر الشرطة ومن كتيبة النخبة الخاصة للتدخل السريع ومن فرقة حرس الحدود شبه العسكرية تفريق المحتجين في شوارع جانبية وسط العاصمة بعد فض المظاهرات أمس في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة. هذه الاضطرابات في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة التعامل مع الغضب المتصاعد في البلاد بعد انهيار مبنى شمال غرب العاصمة، حيث ارتفع عدد ضحاياه إلى 610 قتلى منذ وقوع الحادث أواخر الشهر الماضي، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط الأنقاض. وصل مسلحون محاصرة مقري وزارتي الخارجية والعدل الليبيتين في طرابلس على الرغم من تبني البلد لقانون العزل السياسي الذي كانوا يطالبون به. ويصر هؤلاء على مواصلة الحصار حتى رحيل علي زيدان رئيس الحكومة الليبية، فيما تبنى المؤتمر الوطني العام أمس مشروع قانون مثير للجدل حول العزل السياسي بحق مسؤولين سابقين في النظام المخلوع تحت ضغط مسلحين يطالبون بتبني هذا القانون. هكذا مشاهدينا بجولتنا العالمية، لم يبقى لي إلا أن أذكركم بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. انفجار لغم جديد بجبل الشعامبي وإصابة عنصرين من الجيش الوطني. الإعلان الرسمي عن ميلاد حركة الدستوريين الأحرار. ومن أخبارنا العالمية، قلق أممي إزاء الغارات الإسرائيلية على سوريا وبان كي مون يدعو إلى تفادي التصعيد. إلى أن نلقاكم في موعد إخباري متجدد، بإمكانكم إعادة مشاهدة هذه النشرة أو بقية نشراتنا السابقة على موقعنا على الانترنت anibaltv.com.tn. تصبحون على خير.